يعطيكم العافية مشاهدين، رجعنا لكم بفقرات ليلة الكويت، وشكر كبير للزميلة لولو العسلاوي وأيضا الضيوف اللي كانوا معاها. طبعا مثل ما وعدناكم ضيوف حلقتنا اليوم الأستاذة رنا الخالد مرشدة بروتيجز، وأيضا معاها الخريجات الجيل السادس شوق العيسى ولطيفة له، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. مساكم الله بالنور، حياكم الله وسعداء بوجودكم معنا. واستاذه رنا، يعني دائما نستانس لما نشوفك، لان نعرف ان الاجيال اللي قاعده تطلع من البروتيجز شيء يشرف الكويت وشيء يفرح الاسره الكويتيه بكل تاكيد. الله يخليك، بعد عمري ما قصرتي، الشرف لنا صراحه، ومشكورين وايد، ممنونين لكم دائما على اهتمامكم، دائما حريصين على استضافه افراد من البرنامج ومتابعه اخبارنا، ممتنين لكم دائما. حياكم الله. العافية. احنا يمكن قبل ان نكمل معاكم حوارنا، معنا تقرير مجهزينه فريق الاعداد، لما قابلتوا سيدي حضره صاحب سمو امير بلاد شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. نشوف هذا التقرير مع بعض مشاهدينا ونرجع لكم مع بروتيجز. الأخوة، يعني كل ما سمعت منهم وكل ما أفرحني، اللي فرحني بأن كلكم نطقتوا يبه. الله يسلمك. ويبه هذه عندي كبيرة، أحس فيها والله كبيرة، لأن كلكم مثل أولادي يعني، وأعهدكم يعني بما ما تعملونه بأنكم مش هتوقفوا في 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 قصة في، لا يجب أن تكملوا، ولا خير فينا إذا ما نساعدكم لتكملة برنامجكم اللي تعملوه. برنامجكم في فخر لنا وللكويت وللعالم كله، يعني الكويت تفتخر فيه، فلذلك على بركة الله، وأوعدكم بأني سأكون يدي بيدكم. وهذا أخي يوسف، استشار يوسف، يشهد علي بأن يدي بيدكم، وأنكم إن شاء الله تصلوا إلى المرحلة اللي أنتم تتمنونها وحنا نتمناها وياكم عليه. يعني صراحة مشاهدينا، ماكو أجمل من هذا اللقاء الأبوي، يعني فعلا كلمة يبا يعني ما تلوق ولا تحلى إلا على أبونا صباح، الله يطول بعمره. صراحة أنا حاسدتكم على هاللقاء الجميل. أنا حاسدهم أو خليني أقول أغبطكم، لأن صراحة كان لقاء جميل جدا، وكانت كلمات معبرة وفعلا طالعة من أبو العيالة، وكان سعيد أن أنتوا تكلمونا وتقولون له يبا. لطيفة، خلنا نبدي معاك انتي ونتكلم عن لقائكم واستقبال صاحب السمو لكم. والله مثل ما قلتي، يعني ما توقعت ابدا بحياتي راح يعني تجي لي هالفرصة، وطبعا هذا فخر لنا ان قدرنا نكون ويا صاحب السمو امير البلاد، وبالذات ان قدرنا نشاركه بالاشياء اللي احنا مسوينها، الاشياء اللي احنا انجزناها. ف الإحساس ما أقدر أوصفه، بس كان إحساس مبين من عيونك ترى وايد واضح. إي والله قاعد أقول لك قبل، هو أنا ودي أسلم على أبو سراسة بس ما بشيء ثاني. إي والله العظيم. إي والله. رانا خل يلا شوق نتكلم عن اللقاء. صراحة أنا أول ما سمعت خبر إنه يعني الحين بروح، يعني باكر يعني راح تلاقون الأمير، أنا صافي نعم شنو يعني صدقكم أنتم، يعني مو بس شيء. وأذكر بالليل أقول حق أمي ترى باكر راح يصير، تقول لي شوق يصير خير. وصار في الصبح أنا صار فيني يعني الأمير صاحب السمو الحين قدامي، وأنا مو صدق عيوني تبي تدمع، وفجأة إحنا يعني نشدنا نشيد الوطني حقه، يعني شعور مو طبيعي، يعني نفس ما قالت لطيفة، يعني شعور ما ينوصف كلش، يعني
فرصة لكل وده يعني. والنشيد الوطني يعني ألقيتوه بطريقة جميلة جدا. أنا طلبت منكم أن ترجعون تغنون لنا بنفس الطريقة، لكن لطيفة تقولين يعني في أحد يضبط الهارمون. ما راح يضبط، مو موجودة دانا. لا ليش عادي يعني؟ تبون موسيقى معينة مثلا؟ لا هو مو موسيقى، هو ك هو لحن. أوكي. صعبة شوي. حلو، خلينا نرجع معاك استاذة رنا، خلينا نتكلم يعني عن بروتيجز. شنو يعني يفيد المشتركين بهذا المشروع؟ يعني شنو يطلع منهم؟ شنو يفيدهم حتى مستقبلا يعني؟ وهذا احنا نتكلم هم الجيل السادس عدل؟ اي نعم. اي خلينا نتكلم عنه شوية. اي نعم. برنامج البروتيجز برنامج نوضع قبل 7 سنوات مع الجيل الأول في 2010. الفكرة كانت بأن الشاب والشابة من عمر يعني المراهقة 16 لغاية 24، وربما حتى في مجتمعاتنا يمكن لأكثر من 24 سنة. صح. بس بحكم يعني أن احنا كنا لازم نحدد الفئة العمرية، ما نقدر نجمع 16 مع ناس أكثر من 27 وكذي، فوقفنا عند 24. يحتاجون إلى خلنا نقول نوع من التوجيه أو الإرشاد اللي هو نظام المنتورينج. وهذا النظام مو معمول فيه بالكويت، كان في 2010 مو معمول فيه بالكويت. اليوم نظام المنتورينج أو كلمة المنتورينج، كلمة الإرشاد اليوم أصبحت دارجة بالكويت وبرا الكويت. صح. خاصة في مجال العمل، يعني لما الواحد يشتغل اليوم في أي مكان صار في مثل يعني expectation أو توقعات. مسؤولية توقعات على المدير إنه يرشد الشخص اللي يشتغل معاه. بالضبط، موظفينه فيما يهم الموظف، مصلحة الموظف. هل أنت في مكانك المناسب؟ هل أنت قاعد تأدي كل ما عندك؟ وشنو العوائق اللي قدامك؟ فيصير في نوع من الإرشاد، أحياناً يصل إلى الاستشارة في أمور شخصية للشخص خارج نطاق العمل. لأن اليوم يعني الإنسان يروح بنفسية، يروح بنفسيته حق الشغل، لازم يكون حاب عمله، لازم تكون نفسيته صحية، ولازم يكون فاهم عمله، ولازم يكون فاهم عمله. وهذا هني يعني هني نتوقع أن المرشد هو اللي يأخذ بإيد هذا الموظف. بالضبط. وهو اللي يدلي الطريق الصحيح. بالضبط. المدرس المفروض بعد له دور في أنه يسوي نفس يرشد، لكن في ثغرات في السيستم. أكبر ثغرة أنه الشخص المدرس كان أو المدير ما عنده الوقت إنه يكرس جزء من وقته حق الشخص نفسه، حق هذا الطالب أو هذا. أستاذة رنا يعني أنا كلمة الإرشاد هذه تسوي لي إزعاج كبير جدا. تجربتي مع الإرشاد بالجامعة كان سيء. وهذا فعلا اللي احنا محتاجينه، انه يؤخذ بعين الاعتبار انه يكون المرشد لا يعني لا بصمه بحياه الطالب. المفروض. ما يكون يعني شيء هدد ويقول لك ارشاد تروح. ايه. ما تدري هو يضيعك. اي انت تروحين تلجئين له ويضيعك. وممكن في الارشاد الخطا بعد في خطر. في خطر لما يكون في اعم سو لا تسوي. ساعات تكون يكون الإرشاد بطريقة مباشرة، يتحمل المرشد مسؤوليته ويكتشف الطالب بعد فترة أنه تبع نصيحة شخص خطأ. صح. عمياني وخطأ، وهذا مو ذنب الطالب، ذنب المرشد. فإحنا حريصين جدا في التوجيه على أن احنا نسويه بالأسس الصحيحة، أن احنا نفتح أذانهم ونوعيهم بذاتهم، والباقي متروك لهم. القرار لازم هو أو هي. وإحنا حريصين بعد نسمع عن الإبداعات اللي قاموا فيها. طبعا لطيفة وشوق، أنتوا سويتوا مسرحية اسمها مقام الحياة. إيه؟ كلمونا عنها شوي. هو مقام الحياة هو إحياء حق شعارنا عبر لتعبر، مشروعنا وسيلة. أول شيء خل أشرح المشروع عشان بالطريق راح تفهمون فكرة مقام الحياة. إحنا راح نفهم حتى مع المشاهدين، لأن عندنا بعض اللقطات حاطينها معانا في الإعداد الشاشة. إيه تكلمي عنها. إيه فوسيلة إحنا هدفنا إن إحنا نبين أهمية التعبير عن النفس، نبي نوعي الناس شنو هي، وإن التعبير عن النفس تكون خلال مواهب، خلال رياضة، أي شيء هم يشوفون إن هم قادرين يعبرون فيها. فالمقام الحياة هو صار فينا يعني شلون إحنا نقدر نسوي شيء، فكوننا فكرة مقام الحياة. هي إحياء نفس ما قلت حق شعارنا عبر لتعبر، إن هم قاعد يعبرون بالمسرحية مع بعض، فيا الحواجز الحياة
فلازم يتخطونها، فمن يعبر لتعبر، فعشان يعبرون ردوا يكتملون مع بعض. فاحنا سوينا الشخصيات ان مقامات عربيه استخدمناها، واحنا يعني اول مسرحيه ان الاغنيه الواحده عباره عن مقام واحد، وصار العمل هذا كله اقل من 40 يوم. ما استعنتم بفنانين يعني مختصين بمجال لا، بس تعاونون وياكم استشارات يعني فنيه بس، كانت ما كان احد مشهور قاعد يغني معنا او شيء. لطيفه، قاعد نشوف يعني حتى الازياء شويه مختلفه، الشخصيات شنو بالضبط بهذه المسرحيه؟ والله الشخصيات نفسهم، يعني كل شخصيه على المقام موسيقي. يعني شلون؟ يعني مثلا في مقام سيكا، خلينا نقول مقام سيكا عباره عن مقام الحب، فهالكاركتر خليناه الثيم حق الكاركتر حب، فهذا يعني طبعا تشوفونه لبسه شنو يكون مثلا؟ يعني الالوان اللي تمثل عن الحب، يعني الالوان الحمراء، برتقال، يعني الالوان الحب بالضبط. اي فهم بالحركات، طريقه الحركه نخليها مثلا بدال ما ترفع ايدها كذي بالرقصه تخلي لها يعني ايوه اوكي ذات فيلينج. إيه بالضبط. وغيره بعد شنو من الكاركترات اللي عندنا؟ مقام بيات ومقام الفرح، فطبعا بالالوان، الوان اللي اول ما تشوفها يعني تستانس، يعني ازرق اصفر، وهم بالحركات تشوفونها وايد تنجز لانها وايد فرحانه. فيعني كانت بلاي باك؟ شلون يعني؟ بلاي باك مسجله المسرحيه ولا كانت كلها يعني لايف؟ لا لا كلها لايف. لايف بلاي باك. الموسيقى بلاي باك، عشان كذي سالت موسيقى بلاي باك. حلو حلو ممتاز. انزين، يعني احنا تو تكلمنا مع الاستاذه رنا وقالت لنا عن موضوع الارشاد، الحين انتم خريجين هذا الجيل من هذا المشروع اللي يعني ان شاء الله يستمر دائما، انتم شو اللي استفدتوا؟ والله انا شخصيا بعد البرنامج كل اللي يعرفوني قالوا لي انك انت تغيرتي، بس انا قلت لهم شلون؟ بس قالوا لي يعني ما تغيرتي كأن انت شخص ثاني، يعني الاشياء اللي كانت فيك طلعوها، هم علموني شلون استفيد واطلع الاشياء الزينه اللي فيني عشان اوصل هدفي. ويعني مواهبي طلعوها، لاحظوا ان انا مثلا احب ارسم او اكتب. هذه اشياء انت ما كنتي منتبهت لها بنفسك؟ ما يعني كنت اعرفها بس ما كنت اعطيها فوكس بالضبط فوكس. بس بعد البرنامج لاحظت ان هذه الاشياء اتس على قولتهم a part of me، فما يعني أول ما يعني شلون I embraced it، تحسينها منك وودك إنك تطورين فيها بالضبط. فتغيرت from يعني هال perspective. وشوك؟ والله وايد أشياء تعلمت، ما أدري شنو أحدد بالضبط. شخصيتك تحسين صرتي أكثر نضوج؟ هو شخصيتي يعني أنا كنت إنسانة هادية، ما أتكلم مني من الناس، كنت قاعدة بروحي. فجأة قاعد أغني، فجأة قاعد أكتب، فجأة قاعد أعرف أتكلم، فجأة أعرف الببليك سبيكينج، يعني أعرف أعطي برزنتيشن. قمت أن ألاحظ الأشياء بدقة وايد، يعني أنا أردي كنت دقيقة بس ما كنت أشوفها بهالدقة، أنه أوكي هذا معناته كذي. وحتى يعني السيشنز اللي كانوا يعطونا إياها يعني كانت تأثر فيني شخصيا، لأنه كنت احب استخدمها في حياتي، يعني كنت اقراها بس وما كنت استخدمها، بعدين قمت اطبقها في حياتي بدقه بحياتي بكل شيء. يعني والدقه هذه اللي خلتك تتميزين وتكونين معنا اليوم حصريا في ليله الكويت. كلمه اخيره استاذه رنا. طبعا ما ادري يعني ما يكفيكم الشكر صراحه. حياك الله. اي والله انكم تسلطون الضوء على الشباب، يعني على وعسى الشباب الثاني يتشجع ويحس انه يعني البقعه كبرت والرقعه كبرت. وبالعكس الواحد اتوقع من خلال هذا المشروع يعني انتم قاعدين تستفيدون جداً. مع مرور السنوات انتم قاعدين تطورون بنفسكم جدا جدا، يعني نطور بنفسنا كل واحد فينا، كل مرشد فينا يرجع يراجع نفسه ويراجع ذاته وينتبه. و اي والله يعني فعلا احنا قاعدين بعد نتغير. يعطيكم العافيه ومشكورين على وجودكم معنا. مشكورين وايد. شكرا رنا، شكرا شوق، شكرا لطيفة. غاده وين في؟ صايرين شياطين شوي. هالمره وين رايحين؟ ما ادري انا، ما ادري وين في. احنا دائما عندنا يعني وين في بس ما ادري هم وين رايحين وين هم في، عشان كذي خلينا نشوف وين هم في.